استاذ عمر، يمكن كابتن حماده عبد اللطيف كان معايا في الفقره الاولى واطلق مبادره كويسه جدا، وهو هيتبنى الامر دوت حته ان قدامى اللاعبين رموز نادي الزمالك نجوم الفريق السابقين يروحوا يقفوا مع الفرقه في هينسقوا يوم فيما بينهم، يعني يروحوا يدعموا اللعيبه، يطالبوا اللعيبه بالفوز على مباراه الترجي، يطالبوا مستر فيرنت لازم تلعب مهاجم، لازم تبقى فيه شراسه، لازم تلعب، لازم تادي، لازم نكسب، لان نادي الزمالك البطل لازم يكون قوي ولازم يكسب. بسم الله الرحمن الرحيم يا كريم. بص يعني لازم الناس تبقى مستوعبه حاجه، ان انت مباراه الترجي الموضوع يعني الموضوع ما خلصش. لازم الناس ما تستخطرش على نفسها ان انت ممكن تاخد دوري تاني وتاخد بطوله افريقيا. عفوا، انت بطل الدوري وبطل الكاس صح موسمين متتاليين. حاله الاحباط اللي هي موجوده دي من بعض الناس اللي انا شايف ان هي مش جمهور حقيقي. لازم نتفق على حاجه. النادي الاهلي مثلا لم يحقق المرجو في كاس العالم، لكن بتلاقي الناس بيقولوا ده مشرف، بيقولوا الصوره كويسه. هزيمه مشرفه. محمد الشناوي حارس كبير اخطا، لكن بيدعموه ويساندوه. نفس الوقت بتلاقي انت بعض الجماهير عندك انا شايف انها مغرضه. مثلا لعيب احسن لعيب عندك الموسم اللي فات حسام عبد المجيد اخطا في ماتش فاركو، وتيجي تتكلم تتفاجئ ان انت ناس بتحاول برضه يخش لك على نفس الطريق بتاع محمود علاء ويجيب له احباط. لا، انت دلوقتي لسه الموضوع لسه في ايدك. انت حتى الان بطل الدوري، انت حامل اللقب، انت لازم دلوقتي انا شايف من وجهه نظري انت الزمالك الروح المعنويه اللي قلتولها دي والجماهير تلتف حوالين اللعيبه وزي ما المبادره من رموز نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك حوالين الفريق، انت الموضوع لسه في ايدك. انت عندك ماتشين، انت تكسب الترجي الماتشين بيت الاول. واقول حاجه، شباب الازداد كسبك لظروف خارج عن مستوى كوره انت تكسبه. الزمالك يقدر يكسب الثلاث مباريات دي، يقدر يصعد بسهوله جدا. اقول حاجه، الزمالك ابتدى يرتب اوراقه، خلاص الفريق ابتدى يستعيد بريقه زي الاول. انا شايف ان الاداره بتحيط بالفريق بشكل كويس جدا. الماتش المريخ زي ما استاذ مصطفى بيقول لك كده، الزمالك كان شكله كويس. انا شايف كان في ركلتين جزاء للزمالك. الاداء الطبيعي للزمالك افضل من اللي فات. ماتش سموحه كان الزمالك افضل من قبل كده. لا، الزمالك بيرجع بجد صح. لكن الفرق المهم جدا اللي انت لازم الجماهير الحقيقيه لازم احط تلميذ خط، الجماهير الحقيقيه ما تنسخش مع ناس عندها جديات. كل ماتش تلاقي ناس اكنها قاعده مستنيه. يعني انت مثلا لعب ماتش كويس، حكم ما حسبش ركله جزاء، تلاقي برضه ناس تهاجم الاداره وتهاجم اللعيبه وتهاجم. تعادلت ماتش تقعد انت بتتكلم في كوره برضه، معلش. انت زي الموسم اللي فات في وقت زي ده كنت انت بعيد اصلا عن المنافسه على الدوري وبعيد عن المنافسات كلها. دلوقتي انت رجعت، خلاص انت دلوقتي انت موجود وعندك سكواد، عندك كلها ساعات، وهينضم لك ثلاث صفقات هيفرقوا كتير جدا. في ناس تحاول تجيب لك الاحباط تقول لك اللعيبه دي مش مؤثره. انت لما قعدت، بص لما قعدت محمد عواد نزلت محمد صبحي ماتش عواد لما رجع ماتش المريخ كان نجم وراه، برافو عليك، دي مهمه جدا. حلو قوي، صح فيها. ماشي صح. انت بتتكلم في لعيب برضه يا كريم، يعني شبانة ده هيعمل حاله في الدفاع، خاصه وانت راجع لك الونش. معلش، حاله التنافس ناصر المنسي هيعمل حاله عند الجزيري بالتاكيد. الله ينور عليك فندم، ده هيعمل حاله بالتاكيد. حاله التنافس دي مهمه جدا، مفيش لعيب يحس ان هو ثابت على الارض. لما يحس ان في تغيير الارض كله هيفرق. ودي الحاله اللي هي هيحصل في الزمالك الفتره الجايه. وبرده في نقطه، التغيير اللي حصل توليفه في الجهاز الفني نادي الزمالك، خلاص ابتدوا، خلاص يعني فيريرا ابتدى يتعامل مع الامور، خلاص ان هو شغال مع مقصود ومعاه اسامه نبيه، خلاص مفيش حد تاني، خلاص ابتدت الدنيا تمشي. خلاص ولا كابتن ايمن طبعا، انا شايف الزمالك يعدي الماتشين دول والزمالك يقدر على كده، يقدر والله. بس لازم الجماهير تدعم تقف وتبقى عندها، يعني اقول حاجه، المول النادي الاهلي ده موقف محترم من الجماهير، خد بالك ان انت الجماهير تقف مع جنب فريقها، مش جماهير تقعد تحبط فريقها. انت حتى الان انت بطل الدوري. انت عندك الدوري، ليه مستكتر على نفسك انت ممكن تاخد الدوري الثالث مره سنه؟ ليه مستكتر على نفسك انت تبقى بطل افريقيا؟ اقول لك حاجه، سكواد الزمالك هو الافضل اللي يقدر ياخد بطوله افريقيا فعلا، ده حقيقه. انا شايف كده، ممكن تصل اكيد.